الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحبة. صباح نسمات الشتاء الباردة ويوم جديد رائع يعني يحمل في طياته الخير والسعادة وأيضا الانشراح والفرح. حياكم الله معنا في هذا الأسبوع الجديد، وإن شاء الله تكون أيضا كل أمنياتكم محققة من خلال متابعتكم لبرنامج قهوة الصباح. طبعا اليوم أيضا لدينا مجموعة من المحطات المختلفة، راح نتعرف أيضا على محطاتنا لليوم بعد ما ارحب بزميلي سيف. وصباحك خير. صباح الخير يا حوراء، صباح الخير لفايزه، صباح الخير ايضا لكل المشاهدين المتابعين لبرنامج قهوه الصباح في هذا الصباح الجميل وبدايه اسبوع حافل بالجد والاجتهاد والعطاء لهذا الوطن بمشيئه الله تعالى في مختلف المجالات. مجموعه ايضا من المحطات والفقرات محضرينها لكم، فكونوا معنا. وصباح الخير ايضا لفايزه. صباح النور سيف، وصباح النور لحوراء، وصباح الخير لمشاهدينا الكرام. صباحاتكم مكلله كده بالورد والنور والزهور، وايضا صباح الطموحات التي لا سقف ولا حدود لها. إن شاء الله نتمنى لكم أيضا متابعة شيقة من خلال فقرات برنامج قهوة الصباح. واليوم إن شاء الله فقرة عالم المدارس حاضرة، ورح يكون عندنا موضوع أيضا عن البوابة التعليمية ودورها في إيصال الرسائل الإيجابية التربوية لطلابنا. جميل. إذن نتمنى كل التوفيق إن شاء الله تعالى يا فايزة. وإحنا أيضا في صحبتنا وفي رفقتنا أيضا مشاهدين الأحبة مجموعة من المحطات راح نستعرضها معكم عبر الشاشة. راح تكون لنا المحطة والوقفة الأولى نتكلم فيها عن القطاع الصحي، نجاحات مستمرة وأحد الإنجازات أيضا الطبية في السلطنة. كالعادة فقرة الصحافة واستعراض لأهم العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. أيضا راح تكون لنا وقفة مع رياضات ورياضة السيارات في السلطنة، إنجازات تتوالى. البوابة التعليمية ودورها في إيصال الرسائل التربوية في فقرة عالم المدارس. وسيكون لنا حديث أيضا حول شركة بلورة الطلابية. هذه جملة المواضيع اللي راح تكون معانا وحاضرة اليوم يا حوراء. نعم، بما نحن اليوم نتكلم عن الرياضة وخصوصا رياضة السيارات، كان أمس الحدث الجميل مباراة كلاسيكو. من متابعين كرة القدم ولا لا؟ ومن مشجعين برشلونة وريال مدريد؟ انت برشلونه ولا ريال مدريد؟ متابعين ومشجعين، لكن لا. هي سالتك يعني ريال مدريد ولا برشلونه؟ ما بقول. ما بتقولي؟ عشان ما يزعلوا عليك المشاهدين. برشلونه والمدريدين بعد ما يكرهوني. خلاص بعد البرنامج اتفقنا ان شاء الله بنخبرك. ايوه متاكدين؟ خلاص طيب، اشك انكم كنتم متابعين المباراه. اذا مشاهدينا الكرام نحن مستمرين معاكم، الحين راح ناخذ اول شيء في حاله الطقس، ومن ثم لنعود. كونوا معنا. Thank you.
حياكم من جديد مشاهدي الأحبة، وصباح الخير لكل من يتابع برنامج قهوة الصباح. نحن راح نكون معاكم مستمرين ومتواصلين حتى تمام 11، والحين الوقفة الحوارية الأولى اللي نتكلم فيها عن القطاع الصحي. إنجازاته مستمرة وتتوالى على أرض السلطنة. المستشفى السلطاني لأول مرة ينجح في عملية استبدال وتركيب الصمام الأبهري عن طريق تقنية القسطرة دون الحاجة للرجوع أو الخضوع للعمليات أو عمليات القلب المفتوح التقليدية المتعارف عليها. هذا القسم الثاني من محور لقائنا اليوم في هذه المقابلة، ولكن نتطرق إن شاء الله تعالى أيضا إلى موضوع بشكل عام أمراض القلب، الأعراض، العلاجات، كل ما يرتبط بهذا الموضوع إن شاء الله تعالى، مع الدكتور محمد بن بركات الريامي، استشاري أول بمركز الوطني لطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني. دكتور حياك الله معنا في برنامج قهوة الصباح، ونبارك لكم أيضا هذا الإنجاز. أحسنتم، حياك الله معنا دكتور. حياكم الله دكتور. في البداية يعني مثل ما ذكر سيف، إن شاء الله في القسم الأول راح نتحدث عن أمراض القلب، وفي القسم الثاني راح نتحدث عن الإنجاز الطبي اللي حققه المركز الوطني للطب وجراحة القلب مستشفى السلطاني. في البداية دكتور نتكلم عن أكثر أمراض القلب شيوعا هنا في السلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة لأمراض القلب فنقدر نقسمها تقريبا من 3 إلى 4 أقسام. أهم قسم اللي هي أمراض الشرايين، انسداد أمراض الشرايين، هذا بنتكلم فيها لاحقا. الأمراض الثانية اللي هي الأمراض اللي تصيب عضلة القلب، ومما يؤدي إلى قصور في وظيفة عضلة القلب. والنوع الثالث اللي هو أمراض تصيب كهربية القلب. والنوع الرابع اللي هي أمراض القلب الوراثية، اللي هنتكلم عن فتحات القلب، الفتحات ما بين الأذينين وما بين البطينين، وبعض العيوب الخلقية القلبية. نعم. لكن الأكثر شيء عند دكتور اللي هي الشرايين، صحيح؟ طبعاً الحين لما نجي عند الكبار يعني، فنقدر نقول من 90 إلى 95 من شغلنا يتركز في أمراض القلب، أمراض الشرايين. نعم. اللي هي انسداد شرايين القلب. وطبعاً انسداد شرايين القلب المريض يمكن تبين فيه يعني يقدر حالته يعرض حالته الطبيعي بطريقتين. إما يكون في انسداد مزمن، بما معنى أن المريض ما بيجي فجأة عنده جلطة في القلب أو احتشاء في عضلة القلب. المريض بيقول يعني أنا كنت أقدر أمشي 3-4 كيلو، حاليا لما أمشي 500 متر ما أقدر أحس بتعب، جيني آلام في الصدر أو ضيق في النفس. نعم. بعض المرات مش كل الناس جيهم آلام في الصدر أو ضيق في بعض المرات يمكن يكون في ضيق في النفس فقط، خاصة في الناس اللي عندهم السكري. الناس اللي عندهم السكري ما يشعروا بالألم، بينما يشعروا بضيق النفس. هذا النوع الأول. وهذا لكن اللي يجيكم في فترة متأخرة ربما عاد دكتور. اي نعم، خاصة شوف لأنهم كانوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وما فيهم للعافية مثل ما يقال. نعم. طبعا لاحقا بنتكلم عن أهمية الرياضة في هذا في أمراض القلب، ولكن المريض اللي مستمر في الرياضة ايوه انزين على طول بيعرف، لا أنا الحين شيء غير طبيعي، أنا أمشي 5 كيلو الحين أنا على 3 كيلو تعبان. يعني بيعرض حالته للطبيب في مرحلة أبكر من المريض اللي جالس على الكرسي وما يتحرك. لكن أحيانا تكون حالات يعني الشخص يكون كبير في السن وما يقدر يمارس الرياضة عموما. أي نعم. طبعا لكل يعني كل واحد وقدرته في هذا، لكن نحن نتكلم بصفة عامة. طبعا في ناس حتى ما كبار اللي عندهم مشاكل في الرجول هذه، ففي رياضات ثانية اللي هي تقدر واحد هذه مثلا إذا ما تقدر تمشي تقدر تركب على الدراجة الثابتة. أيوه. إنزين، أو على الأقل إذا ما تقدر تسوي كل هذا يمكن حتى الأوزان الخفيفة. صح. حركة الجسم كل هذا تعتبر رياضة لتنشيط عضلات القلب. لكن دكتور يعني المقياس هو الرياضة علشان تعرف أنك مصاب بمثلا مرض الشرايين، عشان هذا المريض يجيكم أساسا للمركز عشان والله شك أنه ربما تكون حالته غير طبيعية. لا لا يعني أو في أعراض معينة أخرى وهو جالس أساسا في البيت يشعر فيها. ترى هذا اللي أقول لك، لما يكون في انسداد لشرايين القلب بعض المرات يمكن يكون في انسداد 80%، ولكن عند الراحة وانت جالس هذا الانسداد كافي لأن الدم يوصل للقلب وانت جالس يعني، بينما لما تبدأ تتحرك عضلة القلب لازم تشتغل زيادة.
صحيح. وإذا كان في ضيق ما يسمح الضيق هذا ما يسمح لمرور كمية أكبر للدم إلى عضلات القلب. فالمريض الجالس يمكن يكون مرتاح لين ما يوصل الضيق إلى 80-90%، بعدين يبدأ يشعر بالآلام وهو جالس يعني. صحيح. لكن الشخص اللي يعني متحرك ورياضي لما يبدأ يوصل الضيق إلى 60-70%، أيوة. بيشعر قبل ما يوصل إلى 80-90%. صحيح. أيوة. فهذا بيجي أبكر لهذا قبل ما يكون حالته يعني أصعب مثل ما نقول يعني. نعم. طيب دكتور، الحين خلينا نتحدث عن السلوكيات الصحيحة المفروض الشخص يحافظ على نفسه دائما ويحافظ على صحته وأيضا يحمي نفسه من أمراض القلب. قبل ما نتكلم عن السلوكيات بس نقول إيش أسباب أمراض الشرايين وانسداد الشرايين. طبعا في أشياء خارجة عن التحكم اللي هي العامل الوراثي. لما نتكلم عن أمراض القلب والشرايين نحن نتكلم عن ما نقول هذا السبب اللي سبب لك الجلطة أو هذا السبب اللي سبب لك هذا سبب لك انسداد في الشرايين. ولكن أمراض القلب من الأمراض اللي تسمى بالإنجليزي ملتي فاكتوريال، عديد المسببات. صحيح. فليس سبب واحد هو اللي تقول إن هذا هو السبب اللي سبب أمراض القلب والشرايين. ومن أسباب مثل ما قلت ناسم إنه في أمراض مختلفة أساسا للقلب. نعم. نفسه من الأشياء اللي ما عندك تحكم فيها العامل الوراثي. نعم. يعني إذا أنت عندك أهلك عندهم أمراض القلب والشرايين فأنت مبدئيا عندك احتمال أكبر تصاب بأمراض القلب والشرايين، ولكن ما معناه أنك 100% بتصاب. صحيح. لأن هناك في أسباب أخرى يمكن أنت تتحكم فيها. ومن الأسباب الثانية لأمراض القلب والشرايين ارتفاع ضغط الدم. نعم. السكري، ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، والتدخين. زين. فلما نتكلم عن هذه الأسباب لو تشوف الرياضة وأهميتها في تخفيف من السكري وضغط الدم. نعم. والكوليسترول. ففي طريقة يعني الرياضة مباشرة وغير مباشرة يأثر على أمراض القلب والشرايين. الحين نيجي لسؤالش بالنسبة لي السلوكيات اللي هي تخفف من احتمال حدوث أمراض القلب والشرايين. طبعا مبدئيا واحد اللي يعرف نفسه أنه وراثيا عنده هذا يكون يتحذر أكثر، ولكن بصفة عامة الرياضة، إنزين، تخفيف الوزن، كل هذا يساعد على تخفيف الضغط، تخفيف السكري، وبالتالي يخفف من احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين. وبعدين الرياضة بصفة عامة تؤدي إلى تخفيض الكوليسترول. يعني لما نقسم الكوليسترول في الدم نقسم إلى كوليسترول حميد أو مفيد للجسم، وارتفاع نسبته تساعد القلب وتمنع انسداد الشرايين. والكوليسترول الضار اللي هو يترسب في الشرايين. فالرياضة خاصة الرياضة القوية تؤدي إلى رفع نسبة الكوليسترول الحميد أو اللي هو يسبب حماية للشرايين. ومن الأشياء الثانية اللي تسبب حماية رفع الكوليسترول الحميد اللي هو مثل زيت الزيتون، زين، أو الغذاء اللي هو الشرق الأوسطي. نعم. لو تشوف أنت في اليونان وفي إيطاليا وهذه. أيوة. رغم أن الناس بعضهم أوزانهم كثيرة زايدة، ولكن بسبب التغذية اللي يأخذوها نسبة أمراض الشرايين ربما أقل حتى من الناس. صحيح. البقية يعني. نعم. طيب دكتور، يعني أكثر الفئات العمرية في السلطة من خلال إحصائياتكم إصابة بهذه الأمراض فئات كبار السن، صحيح؟ طبعا من احد الاشياء اللي تحصل انك انت من الانسان لما يبدا يولد على طول يبدا ترسب الكوليسترول في الشرايين. نعم. ولكن الترسب يحدث في ناس اسرع وفي ناس اقل. ففي ناس يعيشوا الى 90 ولما لاي سبب من الاسباب نعمل لهم قسطره تشوف الشرايين نظيفه. وفي ناس عند العمر 30، يعني 30 يعتبر عمر صغير جدا بالنسبه لواحد يصاب هذا، وتشوف ان الشرايين كلها منسده يعني. طبعا من الاشياء المهمه الحين لما نتكلم عن التدخين بالنسبه للشرايين، لان هذا مهم. احنا لما قلنا الحين ان امراض القلب والشرايين تقريبا تصيب الناس اللي هو 50 فما فوق. صحيح. زين. بالنسبه للنساء يتأخروا عن الرجال تقريبا بعشر سنوات، وذلك بسبب هرمون الاستروجين اللي هو يعتبر حماية للشرايين. لا. فالنساء يتأخروا عن الرجال تقريبا عشر سنوات. الحين إيش
إيش مشكلة التدخين؟ إن التدخين ينزل عمر المريض بالاحتمال يعني إصابته بالقلب تقريبا 10 إلى 15 سنة. مثال لو الشخص بيصاب إحصائيا بيصاب بأمراض القلب الشرايين عند عمر تقريبا نقول 50-55، لو يدخن يمكن يصاب بأمراض القلب الشرايين على عمر يمكن 15 سنة أصغر من هذا العمر اللي كان بيصاب به. أيوة. ونفس الشيء النساء اللي دخننا الحماية اللي حصلوها من الاستروجين تروح تماما. فمثلا إذا كان هي بتصاب على عمر 60-65، أيوة. على عمر 45 يمكن تصاب بأمراض القلب الشرايين، وهذا شيء مهم كثير. نعم. ولذلك دكتور نتكلم نحن أهمية فعلا يكون الفحص المبكر أيضا لكل الأمراض سواء أمراض القلب أو غيرها تكون حاضرة، والاستشارة الطبية أيضا موجودة في مختلف مناحي ولحظات الحياة. نعم نعم صحيح. يعني حتى الإنسان عموما اللي ما عنده يمكن مشاكل صحية المفروض بالفعل دائما يكون عنده سلوكيات صحية ونمط حياة صحية، دائما نحن نتحدث في قهوة الصباح. طيب دكتور الآن ندخل في الإنجاز الطبي، يعني نحن نعلم أن القطاع الصحي في السلطنة يشهد عموما تطور جدا مستمر، لو نتحدث عن الإنجاز الطبي اللي حقق المركز الوطني للطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني من خلال عملية استبدال وتركيب الصمام الأبهري عن طريق تقنية القسطرة دون الخضوع لعملية القلب المفتوح. نتكلم مبدئيا عن القسطرة، لما نقول قسطرة نحن نفهم من القسطرة أنها هي فحص لشرايين القلب. نعم. وهذا يعمل يعني يعمل عن طريق إدخال أنبوب صغير أعلى الفخذ أو من اليد، وثم نحقن مادة ملونة داخل شرايين القلب، وهذا تبين له الانسدادات اللي موجودة في شرايين القلب. نعم. وطبعا القسطرة المستخدمة في لقسطرة الشرايين تعتبر صغيرة جدا. إذن هذا الجزء الأول من قسطرة القلب. الجزء الثاني إذا كان في انسداد ويمكن فتحه عن طريق البالون، من نفس المكان ناخذ البالون ونوسع الشريان ونحط دعامات فيه، فهذا اللي معروف عن قسطرة القلب. نعم. طبعا الحين في 10 أو 15 سنة الماضية كان في تطور كبير بالنسبة للحين استبدال الصمام، ومشكلة استبدال الصمام إنه طبعا نحن لما نتكلم عن قسطرة القلب للشرايين التيوب صغير جدا 2 ملي، بينما أنت تحط صمام كامل داخل تيوب هذا يعني داخل أنبوب لازم الأنبوب يكون أكبر، فهذا هي المشاكل المبدئية أنك كيف تحط أنبوب كبير داخل الشريان بدون ما تسبب مضاعفات. وبعدين كيف أنت تدخل الصمام في مكانه إنزين ويجلس في مكانه، فكان في تطور كثير في هذه الفترة الماضية. إنزين الانسداد الصمام الأبهري يسبب مضاعفات وضيق في النفس ومشاكل كثيرة، و إلين فترة قريبة اللي هي تقريبا 15 سنة الحل الوحيد لاستبدال الصمام اللي هي عمليات القلب المفتوح. نعم. طبعا عمليات القلب المفتوح في 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 الناس اللي هم أعمارهم 60 و65 و70 يعني يتحمل العملية. زين، ولكن بعض المرضى اللي هم يعتبروا خطورتهم عالية لعملية القلب المفتوح للجراحة اللي هم كبار السن. نعم. اللي عندهم مضاعفات كثيرة، اللي يعني عندهم الكلى وعندهم مشاكل، أو اللي هم عندهم ضعف عام في الجسم. نعم. فواحد جسمه ضعيف جدا تقدر تفتح له الصدر يمكن العظم ما بيشفى وبيكون في مشاكل ثانية. ربما العملية مثل ما يقول الجراح ناجحة تماما، ولكن المريض ما يقوم من السرير بسبب المضاعفات الثانية لعملية القلب المفتوح. فمن هذا المنطلق جاءت فكرة أن كيف لو نخفف مضاعفات عملية القلب المفتوح عن طريق أن نحط الصمام هذا عن طريق القسطرة، فهذا بيخفف أشياء كثيرة. وحاليا يعني عمليات هي مش هي العملية الأولى في المستشفى السلطاني، ولكن سبق إجراءها في مستشفيات أخرى في السلطنة. جامعة سلطان قابوس تقريبا أتوقع حتى الحين سووا تقريبا 50 حالة، ونسبة النجاح كبيرة في المستشفى السلطاني، ولكن الفرق بينه وبينهم أن هذا الصمام شوية مختلف وجديد. يعني معظم المرضى يمكن يروحوا للصمامين، ولكن بعض المرضى يمكن ما يناسبهم الصمام اللي يستخدم في الجامعة يناسبهم الصمام اللي نستخدمه نحن، أو العكس في بعض المرضى ربما الصمام اللي نستخدمه نحن ما يناسبهم، ولكن نقدر نقول 80-90% من المرضى يمكن يروحوا لأي من الصمامين اللي يستخدم.
نرجع مرة ثانية لموضوعنا اللي هو الصمام. فحاليا تركيب الصمام عن طريق القسطرة فقط للمرضى اللي يمكن ما يقدروا يروحوا للعملية بسبب المضاعفات اللي لعملية القلب المفتوح. ولكن حاليا إلى هذا الحد يعني إلى الحين المريض اللي هو يعتبر عملية القلب المفتوح غير خطيرة بالنسبة له يعتبر أنه أحسن يروح للعملية. صحيح. ولكن المرضى اللي هم خطورة عالية ما يستخدموا ما يقدروا يتحملوا العملية هذا يعتبر خيار ثاني بدل ما يروح العملية. كانت حالة واحدة دكتور ولا أكثر من حالة؟ يعني سوينا نحن في اليوم كان هذا ورشة العمل يومين، اليوم الأول سوينا حالتين الحمد لله، واليوم الثاني سوينا 5 حالات، وجميع المرضى الحمد لله ترخصوا من المستشفى بعد أسبوع. نعم جميل، شكرا لك الدكتور محمد بن بركات الريامي استشاري أول بمركز الوطني للطب وجراحة القلب المستشفى السلطاني على تواجدك اليوم في برنامج قهوة الصباح. شكرا جزيلا على دعوتكم لي. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام نحن مستمرين معكم، الآن رح نشاهد تقرير عن حفل الذي أقام في دار الأوبرا السلطانية طبعا بالأمس، وبعدها رح ننتقل إلى مركز الأخبار. هو مش تقريره إنما كذا مقطع أو مقاطع موسيقية جدا رائعة من الحفل، رح نشاهد الآن الحفل ومن ثم لنعود، كونوا معنا. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين العاشرة صباحا. بتكليف من جلالة السلطان المعظم على الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يترأس وفد السلطنة في مؤتمر حماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في أبوظبي. محافظة البريمي تحتفل بذكرى تنصيب جلالة السلطان المعظم كشافا أعظم للسلطنة وتكرم الفائزين بالمسابقة الكشفية. 40 دولة تعلن في أبوظبي التزامها بإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار في مناطق النزاع. ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك ومؤسسات الإيداع بنسبة 11%. الطلبة العمانيون في دبلن ينظمون حفلا ابتهاجا بالعيد الوطني 46 المجيد. الجيش السوري يسيطر على معظم المناطق في حلب. ديمستورا يحذر من معارك عنيفة خلال الأيام القادمة. القوات العراقية تواصل تقدمها وتستعيد قرى جديدة ضمن المحورين الشرقي والشمالي من مدينة الموصل. عناوين العاشرة انتهت، نلتقيكم في نشرة مفصلة بعد أقل من ساعة من الآن. نعود إلى الزملاء في برنامج قهوة الصباح. إلى اللقاء. شكرا للزميل قيس البوسعيد من مركز الأخبار، وإحنا ما زلنا أيضا مستمرين متواصلين معكم مشاهدين الأحبة في برنامج قهوة الصباح. رياضة السيارات إنجازات تتوالى على أرض السلطنة، راح نتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الوقفة الحوارية حول هذا الموضوع، وأيضا موضوع أفضل اتحاد رياضي عربي لرياضة السيارات اللي حصلت عليها الجمعية العمانية للسيارات. التفاصيل مع الأستاذ سليمان بن عبد الله رواحي مدير عام الجمعية العمانية للسيارات. سليمان حياك الله معنا في برنامج قهوة الصباح، يسعد ربي صباحك ومبارك لكم أيضا هذا الإنجاز. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. حياك الله معنا أستاذ. أستاذ نحن نعلم أن الجمعية العمانية للسيارات يعني هناك أكيد العديد من المسابقات وأكيد العديد من البطولات على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الدولي، خلينا نتحدث عن الخدمات اللي تقدمها هذه الجمعية لأعضائها. نعم طبعا الجمعية مثل ما أنتم عارفين هي معنية برياضة المحركات بصفة عامة، هي كل أنواع رياضة المحركات من الدراجات للسيارات، بس هناك خدمات أخرى نقدمها في الجمعية مثل إصدار الرخص الدولية ودفاتر المرور الجمركية. جميل جدا. طيب الحين نتكلم منذ التأسيس أيضا أبرز الجهود اللي تقدمها هذه الجمعية لنشر ثقافة المحركات السيارات بشكل عام أيضا في السلطنة، وأبرز الفعاليات والمناشط اللي دائما تقيمها. طبعا القطاع رياضة السيارات متنوع جدا، حكم البنية التحتية اللي متوفرة حاليا في عمان. احنا نتكلم عن التضاريس الجميلة اللي موجودة في عمان. عمان تتميز بهذا التضاريس اللي ممكن انها يعني تستقبل او ان تستضيف بطولات في مجال السيارات، سباقات الرالي مثلا او سباقات الصحراوية. ما عندنا مرافق مثل باقي الدول اللي هي مرافق مثل حلبات مكتملة مثل حلبات الفورمولا 1 أو حلبات ذات طابع رياضات الحلبات. نعم، فأنتوا تعتمدوا على تضاريس السلطنة الجميلة بمواقعها السياحية المختلفة. يعني عمان يعني اشتهرت في منذ السبعينات إلى منتصف التسعينات في سباقات الرالي، واستضافت العديد من الراليات الدولية. في خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية تنوعت أنشطة الجمعية، دخلت أنشطة أخرى مثل سباقات الكارتينج، سباقات الإنجراف وسباقات أخرى. طبعا كان الهدف منها هو يعني نشر هذه الرياضة بطريقة صحيحة و تشجيع الشباب أن يمارسوا هذه الرياضة في مرافق آمنة
والحمد لله في خلال الثلاث سنوات الماضية قدرنا أن يعني نشوف في كثير من الأسماء اللي طلعت من خلال البطولات اللي احنا ننظمها في الجمعية. صار لها حضور على المستوى المحلي الخليجي وأيضا الدولي. الحمد لله يعني بعون الله تعالى يعني وتوفيقه والدعم المستمر من معالي الفريق حسن بن محسن الأشريقي المفتش العام للشرطة وجمارك ومجلس إدارة الجمعية والقائمين عليه طبعا بتنظيم العديد من المناشط والفعاليات على المستوى المحلي والإقليمي. طبعا التحديات كثيرة حكم الإمكانيات اللي موجودة، بس الحمد لله قدرنا أن نوصل إلى مستويات عالية جدا. الشباب العماني إذا توفر عليه توفر له المقومات الإبداع أعتقد في كل المجالات برهنوا الشباب العماني بأنهم يكونوا مميزين. صحيح. نعم. يعني أستاذ سليمان، نحن نلاحظ بالفعل أن هناك في ارتقاء برياضة السيارات هنا في السلطنة، وأيضا استقطاب فئات يعني مختلفة من محبي وأيضا عشاق هذه الرياضة. لو نتحدث عن الإنجاز اللي حققته الجمعية العمانية كأفضل اتحاد رياضي عربي لرياضة السيارات. نعم طبعا جت هذه الجائزة، احنا طبعا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، احنا ما كنا نتوقع يعني ان صدى الجمعية توصل الى هذا المستوى. نعرف ان في تواصل مع متسابقين على مستوى العالم العربي حتى خارج المستوى الدولي نفس الشيء، بس ما كنا نتوقع ان هذه الجائزه، فهذه كانت بالنسبه لنا مفاجاه كبيره. مفاجاه جميله جدا. الحمد لله. وطبعا هذا تتويج للجهود اللي صارت في خلال السنوات الماضيه. وفعلا انا اعتقد ان عشاق هذه الرياضه هم اللي يستحقوا هذه الرياضه، لانهم حققوا الكثير من الانجازات واثبتوا في خلال فتره بسيطه جدا انهم قد المسؤولية بإمكانهم أن يمارسوا هذه الرياضة باحتراف، ووصلوا يعني إلى يعني حلبات عالمية. نذكر على سبيل المثال عندنا متسابق أحمد الحارثي، معروف معنا في برنامج قهوة الصباح. أحمد الحارثي يعني نفتخر أن عندنا عماني على هذا المستوى يعني يمثل السلطنة في المحافل الدولية. عندنا الفيصل الزبير حاليا بعد موسمين في بريطانيا سباقات الفورمولا 4 وفورمولا 3 انتقل إلى جي تي ريسينج في الخليج. عندنا شاب بدأ مسيرته هذا السنة خالد الوهيبي، بالإضافة إلى هنالك شباب ما شاء الله حتى أطفال ينافسوا على المستوى الدولي 100%. فهذا شيء جميل. وطبعا يمكن الشق الثاني اللي هو على المستوى المحلي اللي يمكن برز بشكل كبير جدا، ويمكن يعني صار نموذج في الوطن العربي هو في مجال سباقات الانجراف. فهذه يعني الجائزة جت طبعا يعني في وقته، في وقت نحن اليوم نستضيف هذا الأسبوع تاريخ 9 نهائيات بطولة ريد بول كاب أكتيف لشرق الأوسط وأفريقيا. وهذه البطولة راح يكون فيها تقريبا راح يشارك 11 دولة. إن شاء الله راح يكون مناسبة كثير طيبة، نتوقع حضور جماهيري كبير إن شاء الله. إن شاء الله. التكريم وين كان أستاذ؟ التكريم كان في مدينة مراكش المغربية. طبعا التكريم هذه جائزة كان عندكم علم مسبق بالموضوع ولا أنتم كنتوا حاضرين وتم إعلان؟ هم طلبوا منا يعني حضور يعني حضور الحفل، بس ما عرفنا شو هي التفاصيل، بس كنا متخوفين لأن يعني ليش نطلع مثلا إلى حفلة من هذا الكذبة. بعد ما عملنا شوية بحث في الموضوع شفنا إن الموضوع فيه. بعدين بعد كذا قبل أسبوع هي مسابقة تنافسية وأنتم حصولكم على أفضل اتحاد رياضي عربي. في رياضة طبعاً يعني الرياضة يعني الجائزة هذه تمنح لكثير من الفئات، في فئات الرؤية للقادة، في فئة الاتصالات، شركات، رؤساء تنفيذيين، اتحادات، فهي متنوعة في الفئات. فإحنا فوزنا في هذه الفئة يعني صراحة فخر كبير. نحن عمان
بشبابها وبأن نوصل إلى هذا المستوى ونكون أول من اتحادات الدول العربية تفوز في هذا الجائزة في أول نسخة لها. نعم. طيب أستاذ سليمان، يعني من خلال حديثك بالفعل أنتم منار تنافسي رياضي في رياضة المحركات وأيضا رياضة السيارات، يعني بالفعل هناك الكثير من البطولات وكثير من السباقات، نقول الصحراوية وأيضا الحلبات والانجراف مثل ما أنت ذكرت في حديثك. لو نتحدث عن مدى وعي المجتمع العماني في يعني هذه الرياضة، رياضة السيارات. نعم، طبعا هو التحدي الكبير هو المجتمع. هذه الرياضة للأسف الشديد لفترات طويلة جدا كانت غير منظمة، فعملية تشريع وكذا له المعارض له يعني المدافع او اللي مع هذه الرياضه. طبعا مثلا احنا ننظرها الى جانب من جانبين، جانب الشق الاهم بالنسبه لنا احنا قبل ما تكون هي رياضه هي خدمه المجتمع. اليوم احنا اذا قدرنا ان نجيب اكبر عدد من الشباب اللي هم كانوا يمارسوا هذه الرياضات في اماكن عامه في الطرقات العامه، اليوم صاروا محترفين، صاروا سفراء للسلام على الطرق. صحيح. يمارسوها بطريقه صحيحه في اماكن مخصصه تحت انظار مراقبين ومعايير السلامة على مستويات عالية جدا. صحيح. والحمد لله قدرنا في الفترة الماضية ان احنا نغير بعض المفهوم في المجتمع. المجتمع اليوم معذور لتراكمات السابقة اللي صارت. نعم. بس احنا نأمل ان بعد حتى حصولنا بهذه الجائزة هذا دليل على ان احنا ماشيين على المسار الصحيح، ما وصلنا للهدف ولكن هذه بداية، ونتمنى ان المجتمع ان يتقبل هذه الرياضه. اذا الرياضه تشرعت بطريقه صحيحه ونوجدت الاماكن الصحيح في ممارسه هذه الرياضه، اعتقد ان راح يكون عندنا يعني راح نساعد المجتمع بشكل مباشر في تقليل بعض الممارسات من بعض الشباب ان يمارسوها في الاماكن الكثيرة. الشق الثاني هي رياضه معروفه معتمده وهي رياضه راقيه جدا على مستوى العالم. ننظر إلى سباقات الفورمولا 1 أو سباقات الأخرى الكثيرة اللي هي يعني لها يعني إقبال كبير على المستوى العالمي، قاعدة جماهيرية كبيرة للمتابعين جدا. فكون إنها هي رياضة وإحنا معنيين بتشريع هذه الرياضة بطريقة صحيحة، ونفس الشيء إنه يكون في مجال أوسع لجميع الممارسين. إحنا عندنا خطة في المستقبل القريب إن ننشأ أكاديمية الجمعية العمانية لسباقات السيارات، وهذه الجمعية هذه الأكاديمية بتبدأ في فئة عمرية من 5 إلى 8. جميل. وبعد الفترة التجريبية مدة سنة راح إن شاء الله راح يكون الأعمار من 8 إلى 10، من 10 إلى 12. طبعا كل ما القاعدة تكون يعني قدرنا أن نوصل لفئة الصغار راح بالتأكيد راح نوصل لأكبر شريحة وراح نطور هذه الرياضة. طيب أستاذ، يعني البعض يتساءل يمكن فئة الشباب، في هناك شروط معينة للأشخاص اللي حابين أن ينضموا معكم في هذه الجمعية؟ أكيد في شروط، بس أول شرط أن الإنسان يعني لما يكون مثلا نحن عندنا مثلا سيارات الكارتينج. نعم. سيارات الكارتينج هي سيارات الصغيرة. نعم. ما سريعة كثير بس تحتاج إلى بعض المهارات البسيطة، فهي عندنا سيارات لأطفال عمرهم 7-8 سنين إلى الأعمار الكبيرة طبعا. نعم. فهذه للجميع وما خطيرة، بالعكس احنا يعني الاحتياطات الأمنية والسلامة الموجودة والتعليمات الموجودة للمراقبين، وحتى تصميم الحلبة مصممة بمعايير عالمية مدروس بكل الأخطاء بعض المرات تصير، بس الكون إن كل شيء مدروس الأضرار تكون كثير بسيطة. فهي يعني هذه للهواء اللي يحب إنه هو يمارس الرياضة بطريقة كهواء إنه يمارسوها مع أصدقاء مع الأهل بين الأطفال ما بينهم وكذا. بعد كذا اللي عنده الرغبة إنه هو يمارس هذه الرياضة بطريقة احترافية، في فئة ثانية اللي هي سيارات خاصة للسباق في حلبة الكارتينج، هذا طبعا نفس الشيء بفئات عمرية مختلفة. أما بسباقات السيارات هذه طبعا تبدأ كهواية، عندنا احنا في الحلبة نفتح يومين في الأسبوع
نفتح مجال اللي حاب انه هو يجرب الرياضه هذه، واذا شاف نفسه انه عنده الامكانيات بامكانه انه هو يقتني سياره خاصه، والسيارات هذه تكون يعني مجهزه بكل وسائل السلامه. بعد ما تنجح هذه يعني السيارات تسجل على انها هي سياره سباق، ويعتمد على اساس انه يكون متسابق ويتسابق معنا تحت. ضروري يصير تجرب الكارتينج. اكيد اكيد، ترى متعه. من اول ما استضفنا معنا احمد الحارثي. كسؤال اخير استاذ سليمان، ما بعد حصولكم على هذه الجائزه ايش ان شاء الله تعالى التطلعات المستقبليه والمرحله القادمه والخطوه ايضا لتطوير هذه الجمعيه بكافه المرافق المجالات والخدمات المقدمه؟ نعم طبعا، يمكن الجائزه هذه عبء علينا اكثر، لان حاليا احنا مضطرين ان احنا نشتغل اكثر واكثر على اساس نرتقي برياضه السيارات او المحركات في السلطنه. طبعا المعايير كانت كثير قاسيه في موضوع يعني اقتناء هذه الجائزه، من الكم والتطبيق والتوجيه وخدمه يعني جودة الخدمات ومنها الانتشار. فإحنا لما نشوف المعايير هذه يعني فعلا إحنا وصلنا لمرحلة لابد أن إحنا نرتقي أكثر ونجتهد في عملية الاستمرار في جذب بعض البطولات العالمية إلى عمان واحتكاك الشباب العماني لمثل هذه الفعاليات، على أساسنا نكمل المشوار ونسعى ان نوصل ليوم من الايام ان نشوف ابطال عمان مثل احمد الحارثي او الشباب اللي موجودين على المستوى الدولي، ان يكون جيل جديد قادم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ سليمان بن عبد الله الرواحي مدير عام الجمعيه العمانيه للسيارات على تواجدك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح، وان شاء الله يعني تحققوا الكثير من الانجازات وايضا الكثير من البطولات سواء كانت على المستوى المحلي وايضا الدولي. شكرا لك. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الاحبه نحن مستمرين معكم في فقرات برنامج قهوه الصباح، الان راح ناخذ فاصل ومن ثم لن نعود، كونوا معنا. يوصفك يا دانة الشرق يرضى اللبان ويرضى المزون، شعبك على القمة لهم سبق سادوا العلا من عهد سرقون، قم شل يا عبد الله الطرق في عيدها الميمون بالحون. نهدي الذي بكفوفه البرق، نهدي الذي بكفوفه البرق، والناس من يوده يودون، رجل السلام والسيس اللبق كلها عليها العالم عيون. خل الدول تستنتج الفرق بين الزعيم ولي يزعمون، من منطلق تفكيره الطلق أطلق بوادر سلم في الكون، صارت بلاده قبلة الخلق ومن المحبة تزهر غصون، ومن المحبة تزهر غصون. من يوصفك يا دانة الشرق يرضى اللبان ويرضى المزون، شعبك على القمة لهم سلق سادوا العلام من عهد سرقون، شعبك على القمة لهم سلق سادوا قمشل يا عبد الله الطرق في عيد الميمون بالحون، نهدي الذي بك خوفه البرق والناس من يوده يودون، نهدي الذي بك خوفه البرق والناس من يوده رجل السلام يا سيس اللبك كلها عليها العالم عيون، رجل السلام يا سيس اللبك كلها عليها العالم عيون. خلد ولت استنتج الفرق بين
خلّى الدول تعيش تنتقل فرق بين الزعيم وولي الزعمون من منطلق تفكير الطلق اطلق بود وارسل مبلكون من منطلق أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، وإلى فقرة الصحافة باقة متنوعة من العناوين والأخبار الصادرة في صحفنا المحلية. نبتدئها مع جريدة عمان، وفي العنوان الأول مؤتمر أبوظبي ينشئ صندوقا لحماية الآثار المهددة بالانقراض. أعلنت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية وخاصة في ختام مؤتمر أبوظبي للحفاظ على التراث الثقافي أمس التزامها بإنشاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار في مناطق النزاع وإيجاد ملاذات آمنة لهذه الآثار المهددة. لا صحة لما يشاع عن إفلاس جامعة نزوة. أكد اجتماع وزيرة التعليم العالي مع رئيس جامعة نزوة عدم صحة ما يشاع عن إفلاس الجامعة، ودعا الاجتماع إلى استمرارية أدوار الجامعة التعليمية خلال الفترة المقبلة بما يضمن حقوق القائمين عليها من مستثمرين وموظفين وطلبة. تكريم الفائزين في ملتقى القراء الرابع ببركة. وإلى جريدة الوطن، الصحة تقليص فترات الانتظار. حققت السلطنة تقدما كبيرا في مجال تقليص المواعيد والعديد من الأفكار الإبداعية الصحية، والتي استطاعت حل الكثير من المشكلات التي تعترض تقديم الخدمة الصحية وتقديمها للجمهور بشكل أفضل، حيث أصبحت المواعيد الآن أقل بكثير مما كان في الماضي بفضل الأفكار الإبداعية للشباب في المستشفيات الحكومية، والتي عملت على تقليص الفجوة في قوائم الانتظار سواء في العمليات أو العيادات بشكل عام. الفائزون بجائزة مجلس الحرف العالمي يعربون عن شكرهم وتقديرهم لجهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية لدعم الحرفيين. بلورة بالكلية التقنية العليا تفوز بجائزة فيديكس ضمن مسابقة إنجاز العرب لعام 2016. إلى الخبر العالمي الذي انتقيناه لكم في هذه الحلقة مشاهدينا، وليمة للقرود في تايلاند. يقام سنويا في تايلاند احتفال خاص بالقرود وتحديدا في بانكوك، وذلك بعمل وليمة كبيرة تزن لأكثر من 3 أطنان من الفواكه والخضروات التي يحبها القرود. هذه جملة ما لدينا من عناوين وأخبار صادرة في صحفنا المحلية. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مباشرة ننتقل بكم إلى الزميلة فايزة السلطية وفقرة عالم المدارس. إن السنوات الأولى من المراحل العمرية من عمر الطفل تعتبر الأفضل لغرس القيم المختلفة كالصدق والأمانة والالتزام والكثير من القيم التي لا بد أن يتعلمها الطلبة في سنواتهم الأولى.
فتعليم القيم مسؤولية يتحملها الجميع دون استثناء، فهي تعتبر أكبر تحدي نواجهه لمدى قدرتنا على تربية أطفالنا ليكونوا أفرادا صالحين في ذواتهم وأفكارهم ومشاعرهم. للأنشطة المدرسية دور فعال في إيجاد شخصية إيجابية تعي ما تقوم به من سلوكيات مرغوبة في المجتمع تتلائم والعادات والتقاليد والدين الإسلامي، كما يمكن أن يكون هناك تفعيل لدور المشاركة المجتمعية في النهوض بالعملية التعليمية. والنشاط المدرسي جزء لا يتجزأ من برنامج المدرسة باعتباره يمس شخصيات الطلاب بشكل مباشر، حيث يستطيع الطالب من خلال ممارسة فعاليات النشاط التعبير عن انفعالاته وإشباع حاجاته وتعديل سلوكياته وإتقان مهارات مختلفة يحتاجها في حياته. ونجد أن النشاط المدرسي لا تقل أهميته عن المادة الدراسية بأي حال، إذ عن طريق النشاط خارج الفصل يتمكن الطلاب من أن يعبروا عن هواياتهم وميولهم ويشبعوا حاجاتهم، وعن طريق النشاط أيضا يستطيع التلاميذ اكتساب خبرات ومواقف تعليمية يصعب تعلمها داخل الفصل، وغرس أهمية العلم والتعليم وما سيجنيه لنفسه ولوطنه. قرر المستطاع ما عمل على نقل المصابين إلى المرافق الطبية. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله معنا في فقرات برنامج قهوة الصباح. وصلنا الآن تحديدا إلى فقرة عالم المدارس. اليوم إن شاء الله موضوعنا أيضا موضوع متجدد ومختلف، واليوم راح نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل بأنواعها المختلفة التي يمكن أن ننهل منها سواء كانت المعرفة أو أيضا العلم. هذه الطفرة التقنية المتسارعة التي أدت إلى الكثير من التفاعل، لا شك أن المتفاعلين أيضا هناك مجموعة من الطلبة وطالبات المدارس. حديثنا وموضوعنا راح يتحدث عن البوابة التعليمية ودورها في إيصال الرسائل التربوية، ولكن بالتحديد سوف نتطرق إلى المنتدى التربوي وأيضا مشروع زاويتي. التفاصيل معنا هنا ضيف نرحب فيه معا الفاضل الأستاذ سلام بن سليمان الشرجي رئيس قسم التصميم والنشر الإلكتروني. صباح الخير وأهلا فيك معنا اليوم. صباح النور سعادة، أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. في البداية كذا نود أن نتحدث عن ما ينبثق من البوابة التعليمية اللي هي طبعا المنتديات التربوية وأقسامها وأنواعها، وأيضا اللي هي مشروع زاويتها ودورها في إيصال الرسالة التربوية. في البداية طبعا أتقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة، وذلك للتوضيح عن أهمية المنتدى التربوي ومشروع زاويتي. بالنسبة للمنتدى التربوي طبعا هو جزء لا يتجزأ من بوابة سلطنة عمان التعليمية، والذي تم تأسيسه في عام 2002. وطبعا قبل تتأسس البوابة التعليمية وبدأ من تلك السنة وهو يشق طريقه نحو النجاح من تقديم كافة الأمور التربوية، وهو كمنتدى حواري طبعا يضم بين جنباته عدة أقسام كالمحافظات التعليمية والصحافة التربوية والمنتديات الإدارية المختصة بمعالي الوزيرة وسعادة وكلاء الوزارة، بالإضافة إلى المناهج الدراسية، وذلك من خلال تقديم بعض المعلمين الذين يشرفون على هذه الأقسام لمساعدة الطلبة في مناهجهم الدراسية من خلال تقديم الشروحات وما شابه ذلك. نعم، ذكرت هنا طبعا المنتديات التربوية، وأيضا المنتديات تضم الكثير من المحافظات والكثير من المناشط. هناك أيضا طبعا اللي هي المقترحات، كيف يتم العمل يعني الاهتمام بهذه المقترحات التي طبعا كيف ينظر إليها إذا كان في هناك مقترحات من قبل المجتمع؟
على سبيل المثال؟ طبعا في بعض الجهات خصصت لها أقسام معينة، نعم، كالشؤون الإدارية والشؤون المالية والتقويم التربوي، وهذه طبعا يشرف عليها مختصين من المديريات هذه نفسها، بالإضافة على أن أي استفسار أو شكوى أو اقتراح يتم تحويله إلى الجهة المعنية بالوزارة رسميا، ومن ثم يأتي الرد ويتم الرد على الموضوع نفسه. طبعا المنتدى منذ 2002 ولغاية الحين عدد المسجلين فيه أكثر من 229,000 عضو مسجل فيه. نعم، هذه إحصائيات اللي هم المستخدمين للمنتديات التربوية، هذه المسجلين فقط، المسجلين فقط، أيوة، غير المدى التفاعل أيضا. التفاعل طبعا كما تعلمون، علشان نكون أيضا صريحين نوعا ما، على أن الحين مواقع التواصل الاجتماعي شغلت الكثير وأخذت البساط عن المنتديات الحوارية بكافة، ولكن يبقى المنتدى التربوي له خصوصيته لكونه إنه منتدى تربوي مش منتدى عام، فيقدم خدماته التربوية. وفي تصور على أن احنا نحول المنتدى التربوي إلى شبكة اجتماعية تتزامن مع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي كمزج من تويتر والفيسبوك والإنستغرام، وذلك لسهولة الاطلاع واستخدامه من قبل الطلبة، من قبل المعلمين، من قبل، نعم، أولياء الأمور، حتى عن طريق الهواتف الذكية. نعم، مشروع زاويتي طبعا كون أنه بدأ من 2014، إيش الأشياء الجديدة التي يعني طبعا تواجدت وتوفرت الآن في زاويتي، وكيف ممكن أيضا الفئات التربوية الاستفادة منه؟ طبعا بالنسبة لمشروع زاويتي كانت الفكرة على أن احنا نقدم خدمة للطلبة والمعلمين من حيث أن ناتب الامتحانات السابقة، طبعا الامتحانات الرسمية سواء التي كانت عن طريق الوزارة أو عن طريق المحافظات التعليمية من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر لجميع المناهج الدراسية، نعم، فالحمد لله رب العالمين كان التجاوب هنا كثير من قبل المحافظات التعليمية ومن قبل المديرية العامة للتقويم التربوي بتزويدنا بهذه الامتحانات، وتم إضافة 3250 ورقة امتحان مع نموذج الإجابة، نعم، من الصف الخامس إلى الثاني عشر للسنوات الماضية بشقها، الفصل الأول والفصل الثاني. فمنذ منذ انطلاق المشروع في شهر مايو 2014 ولغاية اليوم صارت عدد زيارات أكثر عن 8 مليون زيارة لهذا المشروع، لكون أن الامتحانات مجانية بإمكان الطالب والمعلم أن يدخل على المشروع وينزل الامتحان اللي يريده لأي مادة، لأي سنة دراسية، لأي فصل دراسي. أيضا الشق الثاني على أن في بنك الأسئلة بإمكان الطالب يدخل على بعض هو فعلا بنك الأسئلة ما اكتمل، لكن في إطار التطوير على أن الطالب يقيم نفسه بنفسه، نعم، توجد أسئلة هناك يدخل عليها، طبعا الأسئلة ما فيها نمط متعدد، نعم، الإجابات ما ظاهرة، بإمكان أنه يحل يختبر نفسه ويشوف نفسه كم الدرجة اللي كم حصل اللي هو الأسئلة اللي يجاب عليها. حلو. إذا صادفت صعوبة في زر هناك ينقر عليه بيحصل على الإجابة عشان يتأكد من الإجابة. أيضا الخطة القادمة على أن احنا ندرج مقاطع اليوتيوب، نعم، الحين الشكل الجزيل لبعض المشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالإضافة إلى المعلمين والمعلمات يعملوا مقاطع في قنوات يوتيوب وهم، نعم، يقدمون شروحات دراسية، أيوة، نعم، للطلبة. هذه على أن احنا الخطة القادمة على أن نحطها كنافذة أخرى من ضمن مشروع زاويتي اللي أيضا بإمكان الطالب أن يستفيد منها. نعم، إذن هناك أيضا دروس سوف تضاف إلى اللي هي طبعا مشروع زاويتي من أجل أن يستفاد منها سواء كان المعلم أو الطالب، يعني أيضا يستفيد منها المعلم كونها موقف تعليمي يستطيع أن يوصل مثلا شرح معلومة معينة، والطالب أيضا يستفيد منها خلال طبعا هذا الشرح. نعم، إحنا طبعا أستاذ سلام نشكرك الشكر الجزيل على تواجدك على توضيحك لنا لهذه البوابة وما ينبثق منها
عنها من أجل إيصال الرسائل التربوية لهؤلاء الطلاب. شكرا جزيلا سلام بن سليمان الشرقي رئيس قسم التصميم والنشر الإلكتروني. شكرا لكم استاذ على هذه الاستضافة. وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. الآن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى أو محطة أخرى من محطات برنامج قهوة الصباح، فابقوا معنا. صباحاتكم أمل وتفاؤل، تصافح أرواحكم النقية مشاهدينا الأحبة. ومحطتنا الأخيرة إن شاء الله راح تكون عن شركة بلورة الطلابية اللي حصدت على المركز الأول كأفضل شركة طلابية في مسابقة شركتي إنجاز عمال لهذه السنة، وأيضا حصدت على جائزة فيدكس ضمن مسابقة إنجاز العرب بمملكة البحرين. راح نتعرف أكثر عن هذه الشركة وعن إنجازاتها مع ضيفتنا الكريمة زهرة بنت خميس البادية، موظفة بقسم الإنتاج بشركة بلورة الطلابية. أهلا وسهلا فيك زهرة وصباحك خير. صباح النور. مرحبا بك يا زهرة في برنامج قهوة الصباح، نبارك لكم هذا الإنجاز. الله يبارك. يعني أعتقد استرجعت ذكريات وفرحة الانتصار والفوز هناك في القاعة الكبرى بجامعة السلطان قابوس كأفضل شركة طلابية لعام 2016. تتكرر الفرحة من جديد بحصولكم على جائزة فيدكس على مستوى الوطن العربي في مملكة البحرين.
قبل لا نتكلم عن تلكم المشاعر كلها، خبريني وخبر أيضا المشاهد الكريم، شركة بلورة تأسيسها، إيش مشروعاتكم بالضبط يا زهرة؟ طبعا بداية شركة بلورة هي شركة رائجة في الكلية التقنية العليا. نعم. هذه الشركة تأسست في 15 من فبراير لعام 2016. الشركة بداية تأسسها كانت برأس مال قدره 1148 ريال عماني فقط. الشركة طبعا فيها هيكلة للشركة تتكون من رئيس تنفيذي و14 موظف وموظفة. طلبة كلهم؟ طلبة من مختلف التخصصات من الكلية التقنية العليا. كلكم من نفس الكلية؟ كلنا من نفس الكلية ولكن تخصصات مختلفة. معنا قسم الإنتاج، قسم الترويج والمبيعات، قسم العلاقات العامة، قسم المالية وقسم الموارد البشرية، وتحت كل قسم يندرج مجموعة من الأعضاء. هذا عبارة عن تأسيس الشركة، بداية تأسيسنا للشركة. طيب نتكلم الحين عن منتجكم زهرة أكثر ونعرف المشاهد الكريم. منتجنا هو يطلق عليه اسم المزن. منتجنا هو الأول من نوعه في استغلال قشور جوز الهند. المنتج هو عبارة عن محسن تربة. محسن التربة يتضاعف 150 مرة ضعف حجمه الأصلي، فيعمل بثلاث آليات، أولا الامتصاص، التخزين والتفريغ. هو يمتص الماء الزائد عن حاجة النبتة، عندما نسقي النبتة الماء الزائد عن حاجتها يتخزن في المنتج حيث يعمل كخزان. هذا الخزان يخزن الماء لفترة من الزمن إلى أن تحتاج النبتة، عندما يعني يصير جفاف للنبتة عن طريق الخاصية الإسموزية هو يفرغ الماء للنبتة. نعم. هو يلتصق في منطقة الجذور. نعم. هذا المنتج أيضا يمتص المواد الغذائية من السماد. جميل. فهو يعمل كخزان في النبتة، هي تحصل على الماء والمواد الغذائية، فجذورها طبيعتها تكون قصيرة ما تتشعب لأنها هي حصلت على الماء وحصلت على الغذاء، والتربة تبقى رطبة وبالتالي يعني يزيد نمو النباتات ويزيد المحاصيل. نعم. أيضا هذا المنتج يوفر للمستهلك ثلاث أشياء، الوقت والمال والجهد. نعم. الوقت طبعا بدل ما تبذله جهد في سقي النبات، هذا المنتج يوفر لك يعني في فترة الصيف 4 أيام ما تحتاج أنك تسقى المنتج، أما في فترة الشتاء أسبوع كامل هذا المنتج يخزن الماء. نعم. بالنسبة لي المال، طبعا المال هو أهم نقطة، المال هو يختص بفاتورة الماء. في حال أن استخدمت منتج المزن يقلل من استهلاك للماء لأنه هو 4 أيام يظل مخزن للماء. نعم. ممكن نحن نقول أنه منتج لترشيد استهلاك المياه بطريقة فعالة وآمنة وأيضا صديقة للبيئة، وطبعا هذه ظهر معنا صورة للمنتج وأيضا سعر المنتج، يمكن سعر الصغير 4 ريال 4.5 وأيضا المتوسط 8 ريال والحجم الكبير 12 ريال. جميل. أنا خاطر أرجع لإحدى المزايا اللي ذكرتها قبل شوية زهرة في حديثك عن هذا المنتج، تقول إنه لما يصير جفاف للنبتة يكون هو موجود علشان كخزان ما يمدها بالمياه اللازمة، لكن لما تكون خلاص هي مكتفية تماما بالقدر من المياه، كيف آلية عمل المنتج بحيث هو والله يعرف ويستشعر أنه والله خلاص النبتة غير بحاجة الآن؟ طبعا هو في خاصية اسمها الخاصية الإسموزية. نعم. هذه الخاصية الإسموزية هي انتقال الماء من التركيز العالي للتركيز المنخفض. نعم. ففي حالة جفاف، أول شيء في حالة أن الماء مالئ التربة. نعم. هذا الماء ينتقل من التركيز العالي اللي هو من بين التربة إلى المنتج. في حال أن النبتة صابها الجفاف ينتقل من المنتج حل الجذور عن طريق الخاصية الإسموزية، هي خاصية يعني تميز بها النبات بطبيعته يعني. طيب ليش اخترتوا هذا المنتج بالضبط؟ عندكم أكيد أفكار معينة كثيرة أنت وفريق العمل اللي كانوا موجودين معك في الشركة، في الأخير رسيتوا على هذه الفكرة، ليش اخترتوا هذا المجال ما رحتوا لمجالات أخرى مثل ما سوت الشركات الأخرى؟ طبعا بداية عملنا كانت مبنية على البحث والتقصي، فاستخدمنا احنا الجانب العملي والنظري وبإشراف من الكادر الأكاديمي اللي هي بالكلية التقنية العليا، طبعا كل المساتره والدكاتره طبعا كان لهم جهد كبير في إنجاح هذا العمل. فاحنا وجدنا ان مشكلة شح المياه هي مشكلة عالمية قد تكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتؤثر على الأمن المائي والغذائي معا، فاحنا وجهنا وكرسنا جهدنا على شيء نريد نحل مشكلة شح المياه، فركزنا على منتجنا بحيث انه يكون يعني يرشد استهلاك الماء بطريقه امنه وفعاله وصديقه للبيئه، فاحنا حلينا مشكله استنزاف كميات كبيره في الماء خاصه في الري،
ابتكرنا منتج المزن. نعم، يعني أعتقد الفكرة واضحة وأيضا الأهداف جدا واضحة، يعني بالفعل تعطي قيمة لكل قطرة ماء لأجل مستقبل مائي مستدام نحن نقول. طيب زهرة، لو نتحدث عن إنجازاتكم في مسابقة شاركتي إنجاز عمان وأيضا مسابقة إنجاز العرب. طبعا أول شيء حصلنا على أفضل شركة طلابية لعام 2016 في مسابقة إنجاز عمان من بين 45 شركة طلابية من مختلف الكليات والجامعات. أيضا حصلنا في مملكة البحرين من ضمن 20 يعني فريق، حصلنا على جائزة فيديكس. هذه الجائزة هي جائزة للتوجه والاقتصاد العالمي، فهي تمنح للشركة اللي يعني ينظروا إليها أنها قادرة على مواجهة السوق العالمي، فإحنا حصلنا على هذا الإنجازين وإن شاء الله نطمح إلى الكثير من الإنجازات في المستقبل. كم عددكم في الشركة؟ 14. طيب كيف تقوموا أيضا يعني بتطوير نقول الجانب الفني؟ تطوير الجانب الفني يعني من خلال عمل حلقات عمل، ورش للموظفين، يعني نقول تطوير مهاراتهم وقدراتهم ايضا في تسويق المنتج. ايوه، احنا يعني قلت ان في البدايه ان احنا مقسمين على تقسيم الادوار والمهام، تقسيم الادوار والمهام، لكن هذا ما يمنع ان انا كقسم انتاج ما اشارك في قسم التسويق والمبيعات. فاحنا قسم الموارد البشريه مسؤول عن اقامه الورش، مثلا احنا في تصنيعنا المنتج الكل ساهم في إنتاج المنتج عن طريق أن موارد البشرية عملت ورش. هذه الورش يعني نقوم بتوجيه الأقسام الثانية في الشركة بكيفية العمل على أساس أن يكون كلنا روح التعاون معنا وروح العمل كفريق واحد. راح تقتصروا على هذا المنتج بصورته النهائية أو لا في مراحل تطوير قادمة إن شاء الله راح تكون له؟ في خطط مستقبلية لتطوير هذا المنتج، اللي هو نطور هذا المنتج بحيث يحل مشكلة الفطريات اللي تصيب الجذور. ممتاز. الكثير يعاني منها. أيضا من خططنا المستقبلية هي إنشاء منتجات لزيادة الزبائن، مثل صناعة الصابون، الفحم، قهوة، القهوة من الفلح، وكل هذه نستغل فيها ثروة مهدرة غير مستغلة في إنتاج هذا المنتجات. مثلاً اللي هو الفحم من قشور جوز الهند، اللي هي القشور الصلبة، هي ثروة مهدرة وتؤدي إلى الحرق وتسبب أضرار للبيئة. نفس الشيء الصابون عن طريق اللي هو استخدام زيت النارجيل، إحنا نصنع زيت النارجيل ونصنع منه الصابون، والقهوة عبارة عن الفلح. ممتاز. نعم، افكار حلوه ما شاء الله، يعني ما شاء الله بالفعل. طيب زهره، يعني لو سؤال اخير، لو نتحدث يعني انتم خلاص نقول دخلتوا الى سوق العمل وتعرفتوا على سوق العمل، لو نتحدث عن اهميه مثل هذه المسابقات مثل مسابقه انجاز عمان لكم انتم كطلبه. طبعا اول شيء هذه المسابقه أعطتنا الكثير والكثير، يعني استفدنا منها استفادة كبيرة. أول شيء تعلمنا التعاون، الصبر، روح العمل، استفدنا الكثير من الخبرات يعني من خلال حضرنا الكثير من ورشات في الاستثمار، ورشات في التسويق والمبيعات، اكتسبنا الكثير من الخبرات، ويعني تواصلنا مع أشخاص وكبار الشخصيات. وطبعا أنصح كل شخص يمتلك هذه المواهب انه يستغلهم في انتاج شيء يفيد، يعني يخدم المجتمع في المستقبل. نعم، جميل جدا، ما شاء الله، بارك الله جهودكم ان شاء الله تعالى يا زهره، اتمنى لكم كل التوفيق وكل ايضا الزملاء والزميلات الموجودين معكم ايضا في هذه الشركه الطلابيه. انتم تاهلتوا على فكره الى مملكه البحرين بناء على فوزكم بالمركز الاول في السلطنه، صحيح؟ ايوه، عشان كذا نافستوا في هذه المسابقه. نعم، إن شاء الله تعالى أتمنى لكم كل التوفيق، ولكم ولك كل التحية أيضا. زهرة بنت خميس البادية، موظفة بقسم الإنتاج بشركة بلورة الطلابية، هذه الشركة مشاهدين الحاصلة على المركز الأول كأفضل شركة طلابية في مسابقة الشركة إنجاز عمان 2016، وأيضا حصولها على جائزة فيليكس ضمن مسابقة إنجاز عرب بمملكة البحرين. شكرا لك يا زهرة، بارك الله فيك. مستمرين متواصلين في قهوة الصباح، نروح لفاصل وبعد الفاصل محطة أخرى قادمة أو نصل للختام، فتابعونا. بدأ رسميا في الصين بناء نسخة بالحجم الأصلي من السفينة العملاقة تايتانيك بتكلفة يتوقع أن تتجاوز المبلغ المحدد لها سلفا وقدره 165 مليون دولار. وستبني مجموعة ستار انرجي انفستمنت السفينة في إطار مشروع خاص لتشييد مشروع هائل في مقاطعة سيتشوان.
وقال سو شاوجين المدير التنفيذي للمجموعة إن بناء السفينة ربما يكتمل بنهاية عام 2017. ببناء تايتانيك نقدم شيئا للإنسانية جمعاء. تايتانيك ليست ملكا لبلد واحد، بوسع الولايات المتحدة فعل الشيء نفسه مع شخصية كونغ فو باندا. ويهدف المشروع الأصلي لإنشاء أكثر من مجرد متحف لتجسيد السفينة الأصلية ومحاكاة الفيلم الشهير الذي قدم قصتها عام 1997، فعلى متنها سيتسنى لمئات الأشخاص في وقت واحد معايشة تجربة غرق سفينة مثل ما حدث لتايتانيك الأصلية التي اصطدمت بجبل من الثلج وغرقت عام 1912. إذن مشاهدي الأحبة وصلنا بكم إلى ختام برنامج قهوة الصباح في هذا المشوار الصباحي الأول من هذا الأسبوع. نتمنى بمشيئة الله تعالى لكم نهار سعيد مبارك حامل لكم كل الخير والسعادة. شكرا للجميع. شكرا حوراء. نعم يعني حلقتنا اليوم كانت جميلة، كلها إنجازات ونجاحات، وإن شاء الله هذه النجاحات تكون دائما مثمرة، ويعني يكون هناك أيضا تعاون بناء لجعل هذا يعني هذه البلاد دائما تكون حاضرة بإنجازات شبابنا الجميلة. عموما مشاهدينا الكرام، نحن الآن وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله ملتقانا راح يتجدد غدا. شكرا لكم. نعم شكرا لكم مشاهدينا الأحبة، ونتمنى إن شاء الله نشوفكم الأسبوع المقبل في فقرة عالم المدارس وموضوع جديد بإذن الله تعالى، وأتمنى لكم كذا يوم جدا جميل ورائع. شكرا لكم.